الفنان ماشي معروف ركي اللي كيتعرف في الخليج والمغاربة ما كيكونش معروف عندهم، هذا هو أصعب ما كاين. الفنان اللي تعرف الدولة ديالو عرفوا العالم، خاصة تعرف به الدولة ديالو، الجمهور ديال المغربي كله يخصو يكون عارفو، عاد ممكن نقلب بلايص أخرين باش غنتعرف عليهم. غير حنا كنهينو شي شوية أظن الدارجة ديالنا، وهذا علاش حنا شي واحد كيغني للخليج، ولا احتراماتي للخليج واحتراماتي لهاد الناس اللي مشاو قدموا الأغنية الشعبية العصرية الراقية مثلا، نتمناو يزيدوا بها القدام. أما هو عندنا حنا هنا حوايج اللي خصهم نفرضوهم يتفرضوا على هادوك الناس، ماشي حنا نشدوا نقربوا ليهم الايقاع ونقربوا ليهم الريتم او لاكسود ولا الصيغه باش نطربهم، لا، خاصهم يوليو معترفين بيا بديالنا بتمغربية الحقيقيه. وهانئ اليوم هذوك الناس، انا كان هنا هي مزيان تا هما كيما جاو عندنا تا هما وغناو لينا، علاش ما نمشيوش عندهم حنا ونغنيو ليهم؟ ومشينا غنينا بهاد الاغنيه وقدمنا اجمل ما كاين، واعترفوا بينا وشافوا اللون ديال السيتي عبد العزيز. قال لك حنا اول مره كنعرفوا لون شعبي مغربي اللي هو يعني شي حاجه اللي خالقه العاده. ان مؤخرا كنت في قطر، راه يمكن ممكن شاهدت هاد الحوايج هادو، وكانت شي حاجه خالقه العاده. وللاسف وكانت واحد المشكل تما اللي هو طلعت مع كان ماتش المغرب مع مصر، والماتش لعب ديال مصر والمغرب، وانا في الخشبه ديال القطريين وما اطروش عليا، وبقوا جاب جمهور عامره، كانت عامره الخشبه. والقطريين قال لك اودي حنا ما عمرنا شفنا شي فنان عنده ثقه في نفسه وشفنا وفنان قوي. قلت له علاش كنت قوي؟ قال لي كان الماتش وكنت تلعب. قال لك وما اثرتيش؟ قال لك وكون ما كانش الماتش قال لك هذه الدنيا قال لك غادي تقلب عندنا هنا. الحمد لله ملي وصلت الاغنيه المغربيه حنا وصلنا بهذه الطريقه، هذا فخر لنا كلنا. لا 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 لا، قالها الجمهور ماشي انا اللي قلتها. انا باقي كانني يلا كنبعث لاي معرفه، باقي ما قلتهاش انا، قلتها بعض الاحيان الى لقيت شي واحد بغى لقاه ماشي قدي في النيفو وبغى يفرض عليا هو شي حاجه امام المجتمع او شي حاجه، غادي نقول له لا، خاصو يكون على صواب وممكن نقبلها منه. ما كانش على صواب نقول له لا، انا حقي هذا. انا ما عمري كنت انا كنقول لي ما انا هو، لا بالعكس، انا كايوه الناس وباقي تنتصنت للناس وباقي كيعجبوا، باقي كنتصنت للناس البساطة، انا استفدت من الناس البساط. نقلب على صوت اللي يناسبني، ممكن يكون كيغني قراف بحالي او يكون عالي عليا، نقول المهم هو الانسجام. واش غادي نديروا يعني؟ اول موضوع شكون شنو هو؟ كلشي ممكن، ما كنعزلوش حنا، نبداو نختار. كاين بزاف الاسماء، لكن اي حنا الحمد لله عندنا صوات جميله، كاع المغاربه كيغنيو زوين كيعزفوا زوين. نقلب على واحد على الاغنيه اشمن لون بعدا، عاد ممكن نقلب على مولاها شكون هو. اذا كان واحد كيغني الراي خصني نقلب على واحد صوت اللي هو يكون ينسجم معايا. كان صوت شرقي خصني نقلب على صوت اللي هو يكون قريب ليا. كان مثلا شعبي وعنده قوة في الصوت ديالو، أو يعني صوته مربي، ممكن نقدر نغني معاه. أو يكون واحد اللي هو مثلا بسيط شاب باغي اللي يعاونو مثلا ندير معاه ديو عادي، ما عنديش المشكل. هذا هو الستاتي عبد العزيز ستوندار، ما عندوش المشاكل.